مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج من بيروت. معي انا فابيان عون. مثل العاده ومثل ما عودناكم كل اسبوع، دائما عندنا فقرات غنيه بالمواد الدسمه والمشوقه. فحتى تعرفوا معنا شو حضرنا لكم هذا الاسبوع، اكيد ما لكم غير تتابعوا هذه الحلقه. رح نبلش حلقتنا لليوم بالمقابلة يلي اجريناها مع الفنان اللبناني ملحم زين، يلي احيا خلال عيد الاضحى حفل كتير مميز الى جانب الفنانين عاصر حلاني ونادر العتاد. وبما انه التقينا لملحم زين، اول سؤال سالني يا ملحم، شو يلي شجعك انه تحيي هيدا الحفل؟ مطلوب الامام بلبنان، لانه كثير لبنان عانى ورجع وقف وعانى ورجع وقف. يعني هيدي الازمه ازمه بتمر ان شاء الله، انا بحس وشوف عينك العالم. هذا انا بفرحني، مرقت سنه كان لبنان ميت، انا بعتبر حالي عم ساهم بمحل معين انه البلد ضل فيه روح ويضل فيه حياه. وشوف عينك اللبنانيين مأمنين بلبنان اليوم، عندك مش اليوم بالحفله، بلبنان مليان من افريقيا، من امريكا، من كندا، من كل اللي بيشتغلوا بالبلاد العربيه موجودين عم يصيفوا بلبنان. لبنان ما بينترك، الناس كلها بتحبه. وتابعنا بحديثنا مع ملحم وقلنا له انه اليوم في كثير اشخاص بيعتبروا انه مثل هالحفلات ما لازم تنعمل بلبنان بهيدي الفتره بظل الوضع الاقتصادي السيء وارتفاع عدد كورونا، برايكم شو قال؟ هيدي مظهر من مظاهر العجله الاقتصاديه ضل متحركه، الشفيه والويتر والاوتيل والتفاصيل وصاحب الكراسي والصوت والاضاءه كله عم يشتغل اخر شيء يعني. وبختام حديثنا معه لملحم، سألناه إذا قريبا رح نرجع نسمعه باللهجة العراقية. العراق أنا دائما عندي، صار عندي ريبرتوار عراقي، مش أغنية واثنين، دائما أنا مركز مع العراق وبحب العراق وإن شاء الله دائما نقدم لهم الحلو يا رب. الفنان العراقي ستار سعد اطلق اغنيته الجديده احساس جديد من لبنان. ودي اتغير واغير طبعي وانسى اني طيب وادوس على قلبي. واكيد برنامج من بيروت كان متواجد بهيدي الاحتفاليه، وبدايه سالناه شو اللي اغريك يا ستار حتى تختار هيدي الاغنيه لتطلقها تحديدا بهيدا الوقت. شرفتونا حفل انطلاق الفيديو كليب، ومثل ما شفتي عمل متكامل من كلام ولحن وتوزيع واخراج كلمات عماد الاسعد والحان احمد زعيم واخراج وتوزيع عمر صباغ واخراج ريشا سركيس. العمل متكامل، مبين القدره الفنيه به من ناحيه الصوت، من ناحيه الكلام، من ناحيه اللحن والاخراج. واني فرحان انه الناس حبوا العمل كلش، وهذا الشيء يسعدني انه ايش قد عندنا احنا ناس ذواقين يحبون يسمعون الفن الصح، لان ملوا من الاغاني اللي تكون هابطه. يعني نصيحه لبعض الفنانين انه يقدموا فن راقي، لان عندنا ناس راقيه تحب تسمع الفن الراقي. وتابعنا بحديثنا مع ستار سعد وقلنا له انه سمعنا المخرج اللبناني ريشا عم بيقول انه ستار ممثل من الدرجه الاولى، برايكم شو كانت ردة فعله؟ اكيد هذا الشيء فرحني، واني خضعت تجارب وتمارين مكثفه من خلال، لان انا صورت قبل فيلم سينمائي الى بغداد، واستفاديت من خبره الممثلين اللي كانوا بالفيلم، وقدرنا نطلع بنتيجه حلوه. فلما جيت صورت هذا الفيديو كليب كان مرتاح كلش المخرج بالاداء اللي قدمه، وقال لي اختصرت لي وقت ستار، عافية عليك، انه انا اشكرك. فهذا الشيء كلش فرحني اكيد. واسترسلنا بحديثنا وقلنا له اشتقنا لستار الممثل، فهل معقول نرجع نشوفك من جديد من بعد تجربتك بإلى بغداد؟ ستار كفنان غنائي هسه حاليا، لكن اذا جدي فرصه انه اقدم بفيلم او مسلسل يكون بعد ما اراجع القصه فاكيد ليش لا. وحبينا نستفزه شوي لستار وقلنا له عدد كثير كبير من الفنانين صار عم يلجأ للهجه العراقيه،
وهذا الامر عم يضاعف من حظوظ الفنانين العراقيين، فبرايكم شو كانت ردة فعله؟ بالعكس ما يضعفها هذا الشيء انه ديفر رحنا انه كعراقيين ونفتخر. ومن بعد ما سمعنا كلامه لستار اصرينا على الامر وقلنا له عم ياخذوا من طريقكم. بالعكس لا، كل واحد الفنان ما ياخذ من طريق فنان اخر، لان الفنان كل فنان عنده لون معين راح يقدمه وإلى جمهوره، لكن يبلش يظل يقدم اغاني حتى جمهوره يتوسع. لكن انا ما عندي يعني برايي انه كل فنان إلى جمهوره وإلى وضعه، ومو غلط الانسان يقدم اغاني باللهجات الاخرى، لان الفنان فنان عربي، ما نقول فنان عراقي او فنان لبناني او فنان كويتي او سعودي. الفنان بصوره عامه لازم يؤدي كل اللهجات حتى يرضي كل جمهوره بالوطن العربي. واتطرقنا مع ستار لموضوع الاصابه يلي تعرض لها خلال الفيديو كليب ويلي حرص انه يعرضها للراي العام. انا كنت خايف انه لا تروح عيني بوقتها، لان كانت الخشبه على قد وجهي، حسيت بخدر اني، بس لما يعني تلمست انه اكو دم، يعني ما كنت متوقع انه. فلما اجى ريشه قال لي فينا نصور هيك، لان هاي راح تطلع حلوه بالتصوير. قلت له يلا كفي، يعني اطمح انه اقدم الشيء اللي راح يضيف للعمل. فكفينا والدم موجود على وجهي وطلعت الصوره حلوه، فهذا الدم حقيقي. ورجعنا بحديثنا مع ستار لعنوان الاغنيه احساس صفر يلي هي من انتاج شركه ميوزك از ماي لايف، فقلنا له يا ستار هل معقول صار احساسك صفر؟ مجنون قلبي سلمته للي احساسه صفر. الاحساس صفر ده نقصد احنا بيها الانسان اللي ده تقدمي له كل ما تقدرين عليه من طاقه ايجابيه، ممكن تقدميه بامور اخرى، ده تقدم له الشيء الزين هو يرد لك اياها بطريقه سلبيه. والقصه تقول انه ستار يعني انه هي عامه اكيد، بس طالع انا انه مثلا اقول ودي اتغير واغير طبعي وانسى اني طيب وادوس على قلبي، فانه يحكي عن حاله. وحبيت الفكره اللي طلع بها المخرج ريشه انه جسد هذا الشيء اللي بداخل الشخص على الواقع، فهذه الفكره. وكان من اللافت انه ستار حب يوجه رساله، برايكم لمين؟ انا ما راح احكي على يعني الشواذ اللي دا يطلع ممكن بعض الاغاني، راح احكي بصوره عامه على الناس الذواق، الناس اللي تسمع، اخطر ناس تسمع وعندها خبرة بالفن العراقيين، عندهم ناس ذواقة تسمع الفن العراقي الصح. يعني نتمنى من الفنانين، بعض الفنانين دي يطلعون بأغاني انه يقول احنا ايه دنحاكي الشارع غلط، مو هيك انت، مو هيك، يعني احنا نطلب نجيب الجمهور للساحة اللي نقدمها من فن ومن ذوق. ليش انت يسموك فنان؟ مو مجرد انه تقدم اغنية شارع او توصل ترند وانت تعتبر حالك نجحت، لا، هذا الشيء غلط. كثير ناس عم يعملوا ترند بالعاطل، فلازم تقدم اغنية تكون رصينة من ناحية الكلام واللحن والاخراج والتوزيع. وهلا خلينا ننتقل لدردشتنا الخاصة مع المخرج ريشة سركيس، فتعوا معنا حتى يخبرنا عن فكرة هذا العمل. بالنسبة لي الغنية بتحكي عن ستار اللي هو عنده كتير مشاعر، انخزل بحياته وتعرض للخيانة والطعن بظهره وتعرض لخيبات الأمل. كان عبالي صور مشاعره بالكليب بمشاهد بتفرجي هو شو عم بحس من جوا، بمحل بيكون متكوكع على نفسه، بعدين بيظهر لبرا بشوف الناس عم بتشجعه. الناس بالنسبة لي كانت هي ستار عم يشجع حاله، بعدين هو خان نفسه، بعدين لقى حاله بوسط مكافحة الشغب، مكافحة الشغب اللي هو السيستم اللي عمره كرمال ما بقى حدا يقدر يخترقه ويطعنه بظهره. فدايما في عندي هيدا الصراع مع النفس اللي حيالله انسان بعيشه، فانا هيدا بالنسبة لي كان فكرة الكليب. وبخلال حديثنا معه لريشا سألناه إذا كان المخرج عم بيصور لفنان من جنسية تانية بعيني بكتابة السكريبت تبع العمل؟ ايه معك حق، صح، صعب، لأنه أنا اليوم أنا كمخرج لبناني بعرف اللبناني كالمواطن والإنسان اللبناني شو بحب وشو ذوقه،
وقت تكوني عم تشتغلي لحيالة بلد عربي، ما مش ضروري عراقي أو خليجي أو سعودي أو مصري، نحن ما بنعرف شو الكالتشر 100% تبع البلاد اللي نحن ما بنكون زايرينا. فبنجرب دايما نعطي نعمل ريسيرش أو ننبش على شو القصص اللي البلد اللي بنكون عم نشتغل لقلو، شو اللي القصص اللي بيحبها، شو القريبة من الكالتشر. كمان بذات الوقت في قصص بتجربي تتجنبيها لأنه ما بدك تجرحي هيدا الثقافة اللي نحن عم نكون عم نشتغلها. فأي صعب. وبختام حديثنا معه لريشا، حب يعطينا صفة عن ستار سعد، برأيكم شو قالنا؟ ستار ممثل شاطر جدا ومن الطراز الرفيع. هيدا الشخص الخجول الرايق اللي منشوفه نحن من جوا، في عنده طاقات جدا واسعة. فهيدا اللي اكتشفته، غير انه هو صوته جدا رائع وحضوره جدا رائع وبيمتلك كاريزما. ممثل شاطر. وهلا خلينا ننتقل لخبرين كتير حلوين، وهو دخول الفنانتين اللبنانيتين رولا سعد ودانا حلبي القفص الذهبي. وطبعا برنامج بيروت حب يعمل وجباته، فاتصل بداية برولا سعد وهنأ على زواجها، وقال لها يا رولا ليش فجأة اعلنت خبر الارتباط مع انه ما كنت قايلة انه بهيدي الفترة رح تتزوجي؟ اول شيء نحن كانت دات 7/7، بس لانه توفى كوزاني ابن عمتي دفشني شوي، يعني اجلني شوي، ما قدرنا نأجله أكتر من هيك لأنه ولاد أختي مسافرين على كندا وأمريكا ومطولين، وبتعرفي هن الأساس بحياتي أنا. فمشان هذا مشان هيك نحن فضلنا إنه نعمله بهذا الشهر. ما كان قصدي أبداً إنه خبي على حدا أو شيء، بالعكس أنا كتير حدا بحب خبي جمهوري بالقصص اللي عم بعملها، خاصة اللي بيكونوا متابعيني وبحبوا الخير لإلي، لأنه بالنهاية أول عآخر الناس رح تعرف. وأكيد حشريتنا دفعتنا لسؤال لرولا، شو يلي جذبك بزوجك المهندس يحيى خضر؟ برأيكم شو قالت لنا؟ ما هو حدا كثير بحب عائلته، عنده محبة واحترام لأهله بطريقة كثير حلوة، هذا الشيء بيشد الواحد، يعني ده هو مخلص، بلس لقيت روحي فيه، يعني توأم الروح تبعي، يعني بإحساسي لقاله خلاني أحس كأني ما حبيت بحياتي. واسترسلنا بحديثنا مع رولا وقلنا لها عادة العروس يوم زفافة بتلبس فستان أو فستانين، وانت ما شاء الله حولك شفناك ابتديتي 3 فساتين، فشو السبب؟ صراحة لبست 3 مش واحد، لسبب كان أول شيء محضرين للفوتو سيشن، وبعدين وحدة للزواج وحدة للحفلة الزواج، بعدين اجوا كلهم سوا مع بعضهم، فاضطريت ان البسهم نفس النهار. واكيد قلنا لرولا، هل معقول يحيى رح يمنعك تتابعي مسيرتك على الساحه الفنيه؟ الحلو بيحيى هو بيعطيني السبورت الكامل، اي قرار انا بحب اخذه ما بيضر بمصلحه العائله هو رح يكون حديثي فيه. وبختام حديثنا معه قلنا لها شو الرسالة يلي بتوجهيها لكل شخص كان بيعتبر انه خطوبتي كانت صورية وما رح ترتبطي ابدا، برأيكم شو كان ردها؟ ليه ما معقول اتجوز؟ شو المشكلة لما اتجوز؟ شو ناقصني لما اتجوز؟ يعني لو بدي اتجوز يمكن جوز لما كان عمري اول عريس اجاني عمري 13 سنة كنت عم بلعب قدام البيت، مش فكرة انه الواحد يتجوز، فكرة انه تلاقي الشخص صح. ومن بعد ما عملنا وجباتنا مع رولا سعد اكيد صار دور دانا حلبي لنتصل فيها ونبارك لها كمان، بخاصه انه هي متواجده هيدي الفتره بمصر كون ارتبطت بمصور المشاهير ايمن عباس. برايكم دندون شو خبرتنا عن هالخطوه؟ يعني صراحه صار لي فتره يعني انا وايمن مع بعض مثل مرحله خطوبه يعني غير معلنه، عم تعرف فيها على بعض بس ما كانت كتير طويله. هو عدا عنه شكله قمر يعني، بس ما بعرف أيمن رجال كتير، وأنا بحب الرجل يكون رجل بكل معنى الكلمة. ومن خلال حديثنا مع لدانا حسينا أنه هي شوي حاسة بالخجل، وهيدا الأمر مش معتدين عليه، برأيكم شو السبب؟ شفتي أنا مستغربة من حالي، حسي حالي كأني حدا، كيف بدي اقول لك، حدا زغطور كده هيك وعم تساليه ومستحيه ما عم بعرف رد عليك.
ما بعرف قد ماني مبسوطة. واسترسلت دانا بحديثها معنا وحبت تعطينا بعض النصايح إذا اعتبرت إنه هيدي المرة هي تزوجت بقلبها وعقلها كمان. الارتباط عن نضج غير الارتباط عن حدا يكون طايش وصغير يعني، فما تغير فيني شيء، مثل ما في شيء ما في شيء تغير لا فيني ولا تغير فيه ولا تغير بحياتي اصلا يعني، بس الفرق انه صار في حد شخص حاسه حالي سيف اكثر معه، حاسه حالي حيقدر يساعدني اكثر انه اوصل للقصص اللي انا حابه اوصلها بالحياه، صار في عندي سند يعني. وكان عندنا الحشرية نسألها لدانا عن موضوع المهر والمؤخر يلي انكتب، بخاصة انه في اشخاص قالوا انه هي مهرها كان كتير عالي، برأيكم شو قالت لنا؟ يا حيالة اتنين متجوزين هلا بيعرفوا انه هول كلياتهم هول طق حنك، لانه الوحدة لما بدها تطلق او بدها لا سمح الله تنفصل عن جوزها بتتنازل له عن عيونها لحتى تنفصل، فهول كلياتهم هول الماديات بالخصوصي بالحياة الزوجية ما لها معنى. وهلأ شوفوا معنا دندون كيف حبت تاني حديثها معنا، بخاصة انه كانت عم تخبرنا عن زوجها ايمن عباس. ايمن على فكرة بيعزف بيانو كتير حلو وكتير كتير بالانتو ميوزك يعني اكتر مني، فنان اكتر مني، فانا بشرح له على طول بلو انا فنانة استعراضية وفهمه مثل ما بدك. وهلا خلينا نتوقف لزيارة النجم البرازيلي رونالدينيو للبنان، إذ وصل يوم الأربعاء وكان من المتوقع أن يبقى عدد من الأيام، ولكن اضطر أنه يرجع لبلده يوم الخميس. فقد أكدت لأن العديد من المصادر أنه زيارة رونالدينيو كان من المفترض أنه تبدأ بلبنان بزيارة لفوج الإطفاء ببيروت ووضع إكليل من الزهر على نصب التذكاري لشهداء المرفأ، ولكن استعيد عن هيدي الزيارة بالحفل يلي أقيم على شرفه ويلي أحياه النجم وائل كفوري والنجم نصيف زيتون. وكان من اللافت الطريقة يلي دخل فيها رونالدينيو، برأيكم كيف؟ وتعوا معنا بما أنه كنا متواجدين لنشوف مقتطفات من هيدا الحفل. ولاحظنا خلال الحفل انه رونالدينيو على الرغم من انه بيجهل اللغة العربية الا انه كان مستمتع وكتير مندمج باغاني وائل كفوري ونصيف زيتون، فشوفوا معنا شو قدرت ترصد كاميراتنا. ومن بعد هيدي السهرة يلي أقيمت على شرفه لرونالدينيو، توجهنا معه باليوم التالي لوضع إكليل الزهر على نصب التذكرة لشهداء فوج بيروت، فتعوا معنا بداية حتى نشوف شو صار معه تحديدا لرونالدينيو عند وصوله. ومثل ما شفتوا بهيدا الفيديو انه عدد كتير كبير من المحبين كانوا منتظرين رونالدينيو لالتقاط الصور، وهذا الامر على ما يبدو اغضبوا كتير، اذ كان من المفترض انه يلقي كلمة بالمناسبة، ولكن شفناه حط الاكليل وانسحب بسرعة ليتوجه للمطار ويعود ادراجه لبلده. عدد كتير كبير من الأشخاص اللي بيعاني من ضعف النظر بيلجأ لوضع العدسات عوضاً عن النظارات، فهل هيدا الأمر برأيكم صحي أو لا؟ وحتى نعرف أكثر عن هيدا الأمر أكيد ما كان إلنا غير نستشير طبيب العيون والجراح دكتور بلال إبراهيم حتى نشوف إذا وضع العدسات طيلة النهار معقول تأثر سلباً على القرنية وحتى على شبكة العين.
حلو سؤال كتير. في عندك نوعين من العدسات حضرتك ما قلتي، في عندك هارت لينز وعندك فايش لينز. فايش لينز يعني سوفت لينز. سوفت لينز عندهم حسنات وعندهم سيئات. المهم فيها هيدي العدسة الهارد ليش منيحة؟ بتمرق هواء، بتمرق أكسجين على القرنية أكثر من هيديك. هيديك بتكون لازقة. بدي خبرك شغلة، مثلا أنا هيدي العين هنا السوفت لينز بتكون لازقة كلها على كل القرنية وما بتتحرك. الهارد لينز بتلعب على القرنية. هيدا اللعب على القرنية بالمحلات الباقية بصير تاخد أكسجين يفوت. هلا عملوا سوفت لينز، بسموها سوفت لينز غاز بيرميبل لينز، يعني بتمرق غاز. بس مهما تمرق غاز بتعمل نشفين. العدسات بيعملوا نشفين، والنشفين بيعمل مشاكل، والمشاكل بيعمل التهابات. فكل اصعب شيء واهون شيء هو نظافه ايديك، نظافه مثلا اولاد صغار، يعني مثلا ما بنصحهم يستعملوا عدسات. أما بالنسبة للأشخاص يلي بيعمدوا لترك العدسات بقلب العين وبناموا، شوفوا معنا دكتور بلال بشو وصفهم. هولي مجرمين صراحة، لأنه كيف بيعملوها؟ إيه بس هيدي يعني إذا ما سمعوا التهاب بستعجب أنا. وتفاجأنا بدكتور بلال عم بخبرنا عن تقنية جديدة بالعدسات، برأيكم شو هي؟ نحن عاملين هلأ عدسات تلبسيهم بس بالليل إذا عندك ماينس، تلبسين بالليل بتنامي فيهن، تاني الصبح بتشيليهن بصير تشوفي احسن. اذا عندك ماينس فور مثلا ما بتلبسي عدسه بالنهار، انتو نايمه بتحطي هالعدسه تاني النهار ما بيحطوا ابدا عدسات ولا شيء باشعه عاده، بيضلوا 12 ساعه او شيء 10 ل 12 ساعه مش بحاجه لعوينات. ما هو شوفي اللي عنده ماينس، بس اللي عنده ماينس عنده بلس، لا اللي عنده ماينس، اللي عنده ماينس العين كبيره كتير ما عم بيوصل اللايت لهون. قطيف شو بتعملي انت لما تعملي دنتينج؟ لما تحطي هاي العدسة بتضغط على القرنية بصير المقصيري، بس تشيليها صبح بتفيقي بكون مضغوطة القرنية، بعدين بترجع مع الوقت لساعة 10-11 بالليل، 10 بالليل بترجع القرنية مثل هاي، بس تشوفي ماينس. يعني ما فيك انت تحطيها وبعد 10 ساعات خلص بتحطي عويناتك. وتوقفنا مع دكتور بلال عند موضوع الليزر والليزك يلي عم يخضع لعدد من الأشخاص للتخلص من مشكلة البصر، فهل مظبوط إنه هودا عم بيأدوا إنه تصير القرنية كتير رقيقة؟ قرنية العين بتصير رقيقة لأنه من العملية، لأنه العملية أنت هي عدة طبقات قرنية، فأنت بتعملي لازك أو ليزك، بتعملي واحدة منهم بتعملي فلاب وبت بت بت بتملسي الارض اللي تحتها وبترجع الفلاب اللي عليها. يعني مثل هون، يعني اذا عندي هون بنزلها وبتحط عدسه فوقها ليومين بعدين بشيلها بكون لزقت. انت خففتي من سمك القرنيه، عندك قرنيه كان سمكها 550 صارت 470 او 500. واستغربنا انه دكتور بلال لمح لنا لامر انه اذا خضعنا للليزر او الليزك معقول يرجع لمر السنين نرجع نعاني من ذات المشكله. معظم الناس اللي شفتها مثلا ماينس كانوا عاملين لها رجع اجى الماينس عليها، بس يعني مش مثل ماينس 4 مثل قبل، او اذا كان ناقص 6 مثلا وعملتي لها بيرجع يمكن ناقص 2 بس ما عم يرجع الكامل. وبختام حديثنا معه لدكتور بلال حب يقلنا أنه ببعض الأحيان في مشكلة بتعترض الأشخاص إذا خضعوا للليزر أو الليزك، برأيكم شو هي؟ يعني اللي بيعمل ليزك لازم يفحص ضغط العين وسمك القرنية بعد الليزك، لأنه إذا كنت أنت عامل ليزك كان عندك سمك القرنية 550 مثلا بعد الليزك صارت 500، أوكي؟ لما تعمل فحص ضغط العين انت عندك ضغط عين 20 منيح لانه عندك من 5 لل 21 20 منيح، بس انت عندك سمك القرنية 50 يعني عندك شي 3 نقط، يعني مش 20 انت ضغطك 23 يعني فوق ال. فمهمة لكل الناس اللي بيعمل لازك يعرفوا قديه سمك القرنية مشان ضغط العين.
سمك الكورنية وضغط العين اشياء متلازمين. قبل ما كان فيه هاي، هيدي جديد يعني من 2000 يعني من 2000 وطالع 2000 بلشت يعرفوا، لانه بلش لازك كتير ويجي ناس بعد اللازك او الليزك يكون معهم ضغط عين، العصب يعني ينضر، يستغربوا ليه العصب ينضر، كشفوا انه العصب انضر من وراء لانه السمك الكورنية منه مزبوط، ولانه انا ضغطي 19 بس هو منه 19، 19 زائد 5 او زائد 6 26 او 25 عالي كثير، عرفت كيف؟ فديس هيدي مين امبورتنت للعالم يعرفوها، تعود اللازك والليزك. ثاني شيء اذا بيلعب رياضه هل فلابينج توقع يمكن تنضرب عينك، ثاني شيء بصير معك نشفين كثير من بعد الكورنيه تنشق او كذا، بصير معك نشفين لازم تقطري على طول، عندك متلازمي الامر انه دلك تقطري تقطري تقطري. بهيدي الفقرة حبينا سيدتي نعلمك كيفية تحضير شكشوكة البيض، أكيد رح تستغربي اسمها ولكن مذاقها كتير طيب. لا تعرفي شو هي الخطوات اللي ممكن تعتمديها حتى تحصلي على الأكلة الطيبة؟ أكيد ما إليك غير تتابع هيدا الفيديو. أكلتنا لليوم أكلة شكشوكة البيض، أكلة كتير هينة وكتير طيبة. لهيدي الأكلة بدنا البيض، بدنا الفليفلة، بدنا البندورة، بدنا الملح، بدنا البصل وبهار الأسود. أول شيء بدنا نحضر البصل، بدنا نقشره ونقطعه. هلأ بنقطع الفليفلة الحلوة. هلا بدنا نفرم البندورة. نحط الزيت. بعد ما قلينا البصل بننزل الفليفل. ننزل البندورة. حط الملح. هلا بدنا ننزل البيض. نزيد الملح. بنحط بهار الأسود. منغطيهم خليهم يستوى. منرش عليهم النعناع الأخضر. بيعطيهم نكهة كتير طيبة. أكلتنا لليوم خلصت. صحة وهنا. ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بالأيام الأخيرة بفواتير لعدد من المطاعم كان عم بيظهر أنه هي عم بتزيد تكلفتها على الأشخاص بسبب استعمالهم للماء والصابون، وحتى إذا كانوا حابين يحطوا قالب الكيك للتبريد كانوا عم بيفرضوا عليهم 50,000، وإذا كمان حبوا يشحنوا موبايلهم أو يستخدموا الكهرباء كمان كان في تكلفة لازم تنزيد على الفاتورة. كمل هيك نحن من برنامج بيروت حبينا ننزل على الشارع ونشوف شو رأي المواطنين بهيدا الأمر. برأيكم شو كان تعليقهم على هيدا التصرف؟ هل هن مع أو ضد؟ يعني هيك كتير صار، يعني شو بده يحمل الشعب، يعني شو بده يحمل الشعب على المواضيع هاي؟ كله عم يلحق بعضه، مدل ما الشعب يعين بعضه ما حدا مسألين، فاكرين انه الدنيا بقلب خير. هاي بيعملوها ببلاد راقية متطورة فيها بحبوحة فيها ايه الى ما هنالك، كل بحق بعضه، في انتاجية، ما بيأثر اذا في انتاجية وما يتجي يعني هالكماليات ما بيسأل فيها الواحد، بس انه اوضاع سيئة جدا 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 الى ما هنالك. ويضيفوا ما انا ضد الفكرة هي ابدا 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 ابدا، يعني ولا فاتي بالعقل، يعني ما معقول، امر غريب. اللي ما لا مش الرواد الفوت على المطاعم باستمرار، يعني لا بعض الاحيان بفوت على المطاعم بتردد، بغلب هالظروف هاي حتى سندويشات عم نضرب 100 حساب
قبل ما نجيب نشتري السندويش، لانه اخلص سندويش بالأربعين ألف كيف المطاعم. فلا بعد اعمل لك كل شيء بترجع للانتاجيه، اوضاع سيئه كله بيلحق بعضه. اكيد اكيد اكيد، لانه كل شيء المعاش ما يعني معاشك ما بيأديك لتحمل الكميات. بالعكس نحن الشعب اللبناني بنحب اللي البسط، بنحب المطاعم، بنحب النزهات، بنحب نظهر بحر جبل، هي تعودنا عليها من ايام شبابنا، يعني ايام اهلنا كان الخير والبركه والبحبوحه والانسانيه، هي فقدناها كلياتها. ما في منا ما بقى فينا نقدم خطوه بالمعاش، يعني يا دوب يا دوب يقضي يومين ثلاثه معاشك، ال 100 ألف ما هي شيء اليوم. على الصابون؟ أنا ما بصوبي، بمسح بثياب يا أخي، طول عمرنا بمسح بثيابنا وبكمنا. هلا الجمعة عيد ميلادي ورايح على المطعم واخذ قلب جاتو، ما أنا شاري لي قلب الجاتو، عن جد بدي ياخذوا هن، بدي الله يذلهم، ولي الله يذلهم، مش الرقصة عندنا حرامية، وللشعب هول الشعب حرامية أكثر من الرقصة، والله عيب عليهم، يعني بلا قلب الجاتو بلا 50 ألف. ليه؟ لا نحن عايشين بأول شيء بهالبلد، عم جيب ساندويش الفلافل 18 ألف، واليوم أنا رحت عند المكسين غير قطعتين أخذ 34 ألف. الله يعين العالم، شو بدها تاكل؟ والشعب بعده ساكت، ليه هالعالم إنه بعدها ساكتة؟ نحن قادرين ما قادرين نعيش، والحليب ما في حليب، أدوية ما في أدوية، يعني خافوا الله سبحانه وتعالى، يعني الفقير يعني قد حاجته، يعني إن شاء الله يصير في حكومة بالبلد، بس ما في دولة. أنا بقول لك ما في دولة، بس على الفقير والمعطر، بدي خلي الشعب كله يقوم على الأرض، كل الحرامين وسرقين عم يسرقوا البلد. أكيد المطاعم عم بيكل أقل شيء ساندويش 18 ألف 19 ألف، يعني المطاعم عم بيغلوا، في منهم عم يسرقوا بالبلد. الله لا يوفقهم، حتى المحارب بده ياخذوا حقهم. شو بعد ما أخذوا حقهم؟ شو بعد بدهم ضريبة؟ إذا مشينا بالطريق صار بدهم ضريبة، إذا وقفت على رصيف بدهم ياخذوا منك ضريبة. خي ما بقى في مجال، صرت إذا بتقبض معاشك بتحطوا ضرايب، ما بقى عم نشتغل خي بس لحتى ندفعهم ضرايب، يعني للناس للدولة. ما حروح على مطعم خي، بعمل عيد ميلادي بالبيت بقى، خلص ما بفوت على مطعم حتى مشان ما أدفع ضريبة، ماني مضطر خلص لا بقعد بالبيت خي. لا كنت روح على مطاعم، هلا قللت لأنه ما بقى فينا مصاريف المطاعم، صارت كلفة كتير كبيرة علينا. نحن ما بقى عنا هالإمكانيات إنه نفوت على المطاعم بقى ونقعد. إذا بدك تاخد وحدة برجر تدفع حقها 50 ألف، إذا أنتوا أربع أشخاص يعني بدك 200 ألف. إذا بدك تدفع الضريبة اللي عم تحكي عنها 6 آلاف والصابونة والمحارم، صارت فاتورتك تطلع 500 ألف إذا أخد أربع برجر والكلينكس والصابون. فأكيد مش منطق مسح بتيابي مشاريهم ولا مسح فيهم. أول شيء لبنان كلش حلوة، أنا كلش متونس هنا. بالنسبة لأسعار المطاعم فأنا ماشي بتفرق عن أسعار مطاعمنا، يعني خلينا نقول أسعار قريبة، بس طبعا من تجي تحسب الفرق بالفيو، المنظر هنا هواي أحلى. يعني لما بتجي تدفع 10 أو 20 ألف مكان اعتيادي ببغداد ما في منظر، تقدر هنا تقعد إنه مقابل البحر تدفع نفس المبلغ، بس إنه المنظر وحده كافي يكون. يعني مجرد يعني حتى انه خدمه سيرفيس ما كان موجود، كل الاسعار اللي موجوده ضمن المنيو يكتب لك انه هي ضمنها اسعار السيرفيس الخدمه، بس انه مساله انه محارم او صابون لا ما شفتها نهائيا. لا ابدا صراحه، يعني من ناحيه بفهم صاحب مطعم بضاعته في منها يمكن بده يعني يجيبها من برا، بس يعني مثل كل الشعب المعاشات باللبناني على 1005، شو بده يلحق ليلحق. غسيل الايدين ما بعرف، هلا بعرف انا باوروبا وهيك في مطاعم بدفعوك حق اذا بدك تستعمل الحمام وهيك، هلا هي فكره ممكن يعني ومجايده، انا لقلبي نظري ايه جايده، بس هلا اكيد بصير المطاعم بلبنان بيستغلوا لهلا انا كل محل رايح عليه بيقولوا لك فري واي فاي بعد مش والله. بالنسبه لاسعار البلد يعني اذا بدك تحكي على الدولار وكذا، بالنسبه لي انا اسعار طبيعيه عادي كثير يعني، وعن جد يعني بس عندكم مشكله بالدولار هون، بس يعني يعتبر خدمه مطاعم ولا ما مش فاهم يعني هن ليه عم يعملوا هيك، انه شو السبب؟ طيب انه الوضع الاقتصادي على البلد ولا على الشعب؟ هيدا ما بده يكون على الشعب صح ولا لا؟ هيدا على البلد. فنحن بنتمنى للبنان يعني وش احلى، وبنتمنى طلع احلى، وان شاء الله يعني تتحسن الامور. ليك لبنان انا بالنسبه لي
عروس العرب كلها عن جد، وبلد حلو كتير، وكله يوقف يعني وقفة واحدة كرمال لبنان ترجع. الأرزة ما بينفع تنطفي بصراحة، الأرزة ما بينفع تنطفي والله، يخليها من بلد حلوة وجميلة، شو بدك أحلى من هيك؟ ليك حتى الخليجيين عم يجوا لعنا، فوقفوا مع لبنان. في نوعين بالبلد، في ناس تشتغل بالدولار، في ناس بالليرة. اللي بالدولار ماشي الحال، مقبول السعر وأحسن من أول، بس اللي بالليرة للقطاع العام يعني موظفين الدولة هاي مشكلة. أما إذا بالليرة كل شيء غالي، نكون صريحين يعني، يعني الناس اللي عم تشتغل بالليرة الله يعينها، يعني كيس المحارم حقه 10,000 ليرة، فرق عملة بس اللي عم يثبتوا الدولار بنحل كل شيء. لأنه إذا ضل لمصلحتهم ينزل الدولار، لأنه إذا عالي بدهم يغلوا الأجور، حد الأدنى للأجور، هيدي مشكلة، ما في فلوس بالبلد، فبضطروا مستعدين يدفعوا لو 10 مليار دولار بس ينزلوا له الدولار كرمال المستوى المعيشي يرجع مقبول، مش متوسط نقول مقبول. هالبلد حاميها حراميها، نحن عم نشوف الفرصة لننهش بعضنا ونأكل بعضنا، لأنه ما في تكاتف شعبي، ما في أمي وحدي، ما عندك شعب بيخاف على بعضه. منشوف نحن من أي صغرة وأي مجال إنه نأكل بعضنا بنأكل بعضنا، إن كان برغيف الخبز، إن كان بالمعيشة، إن كان بالحليب، بالحفاضات. يعني وصلت لمرحلة أنت ببلد يأس. أنا اليوم لما بدي فوت على مطعم بدي يقول لي أرجيلي ب60,000، شو يعني أرجيلي ب60,000؟ لما بدي يقدم لي مطعم قنينة المي صغيرة ب10,000 والقنينة الكبيرة ب20,000، شو يعني؟ هيدا منه استغلال؟ طيب أنا اليوم إذا عندي ولدين أو ثلاثة أو أربعة وبدي ظهرهم أو بدي، وأني إنسان مواطن لبناني وعايش بحد أدنى يمكن 1,000,000, 1,500,000، 1,300,000 أو 2,000,000 يا سيدي، بروح بدي أشتري جلنة زيت حق 400,000، طب معلش علبة الحليب الصغيرة حق 250,000، كيس حفاضات حق 400,000، 100 حفاض، طب معلش كيف؟ كيف؟ أعطيني حل. فأنا نصيحتي هالبلد بدها شيء معجزة إلهية تنفض هالشعب كلياته وتشيله من المحن اللي هو فيه، لأنه نحن وضعنا ونحن منشيل ونحن منغير، ما ممكن شيء غيرنا إذا ما إحنا غيرنا بإيدنا، عارف كيف؟ فصرنا يعني اليوم عم نأكل بعضنا، يعني ما بقى فيك تعمل لقمة أكل ببيتك، خسي ب15,000 مستوردة الخسة ولا مزروعة ببلادنا بالأرض عنا. المي نحن بنوزع مي للعالم، صرنا المي عم ببيعونا إياها وعم يقطعوها عننا، ما في عنا بنزين، ما في عنا مازوت، ما في عنا مي، ما في عنا كهرباء، ما شو في عنا بهالبلد؟ هيك كانت لبنان؟ هيدي لبنان الشرق؟ سويسرا الشرق؟ هيدي هي؟ عايشين صرنا بغابة، وهيدي الغابة بدها أسد، ويخسر هالأسد مش موجود عنا. يعني نظراً للأوضاع المالية الاقتصادية يعني بدهم يحاولوا يطلعوا مصاريفهم للمطاعم ليقدروا يكملوا يضلوا مضاينين. يعني وضع البلد الاقتصادي منه كتير منيح، يعني هذا السبب بعتقد. هلأ إذا كان حدا عايش برا وعم يشتغل برا وبيطلع يعني عملة أجنبية وبيجي لهون ممكن يتحمل، بس وفي فئة كبيرة من الناس اللبنانية هون أكيد ما بقى فيها تتحمل الزيادات يعني أكيد. وهلأ وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى مثل العادة أن تكون نالت إعجابكم. لقونا الأسبوع الجاي بنفس التويت.